قميص كانت ورقة صفراء الأولى، لأنه ألغيت الورقة الصفراء الأولى والحكم طبق روح القانون بعدما تراجع عن بعدما استدعى اللاعب أبراهون. إذا على العموم تعود الآن المباراة لخط وسط الميدان، سنتابع مرة أخرى، سنتابع هذه المحاولة لمحمد أبراهون في خط وسط الميدان. كرة أمامية، فوزير، أيوب سكومة، محاولة الآن ليوسف القناوي، يوسف القناوي كيرفع الكرة ولكن بعيدة، بعيدة هذه المحاولة، بعيدة هذه المحاولة في خط وسط الميدان. الآن هدفين لصفر لصالح فريق الفتح الرباطي، وتعود الآن مرة أخرى. سنتابع الآن ورقة صفراء لزيد كروش، قبلها كانت واحدة لفيفيان مابيدي. إذا دائما الدقيقة 76 يبدو بأنه السيناريو المباراة يسير بهذه الطريقة. أعتقد بأن الوقت لا يخدم مصلحة فريق المغرب التطواني بحكم النتيجة المحققة. والجديد خلال هذه الدورة هو عودة نغمة الانتصار بالنسبة لفريق الفتح الرباطي الذي يبدو بأنه يسير نحو تأكيد هذه النتيجة. اللهم استثنينا ردة فعل ستكون في العشر دقائق الأخيرة من هذه المباراة. كل شيء وارد في كرة القدم. هناك يونس بالخضر، يونس بالخضر الآن فريق المغرب التطواني في بناء العمليات يأخذ الوقت الكثير، وهذا يترك المساحة للاعب فريق الفتح لترسيس الخط الدفاع. وأعتقد بأنه فريق الفتح الرباطي طبق تعليمات المدرب بالحذافر. إذن سنتابع، تعود مرة أخرى محاولة أمامية خط وسط الميدان لأيوب سكومة، وتعود الآن فقط إذن سنتابع الآن محاولة أمامية الآن أنس المرابط، أنس المرابط أمامي الآن. هذه المحاولة دائما لصالح فريق الفتح الرباطي. في خط وسط الميدان الآن كرة لصالح فريق المغرب التطواني، خطيرة هذه المحاولة. فريق المغرب التطواني يبحث الآن عن الضغط، يبحث عن الضغط. قلت بأنه الاحتفاظ الكثير سيضيع على فريق المغرب التطواني. المادي البصل كيف كان يشتغل، كان لاعب ظهير أيمن، والآن لاعب جناح أيمن تحول إلى ظهير أيمن. سنتابع الآن، كان لاعب سابق كذلك في تشكيلة فريق المغرب التطواني. سنتابع الآن هذه المحاولة لأبرهون، يحسر الكرة الآن أبرهون. يونس بالخضر، محاولة الآن ل
لفريق المغرب التطواني. خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة، والحواصلي بعد أن ضيع محاولة المسك بالكرة في المحاولة الأولى. فريق الفتح الرباطي يسترجع هذه المحاولة في آخر اللحظات، محاولة كانت ضائعة. فريق المغرب التطواني تحرك خلال هذه اللحظات. المهدي خالص، فريق المغرب التطواني إن أراد تخليص النتيجة والعودة النتيجة عليه أن يضغط بقوة وبسرعة وأن يتقدم إلى نصف وأن يقترب من مربع عمليات فريق الفتح الرباطي. هذه الطريقة المثلى، وهذه هي الطريقة المثلى والوحيدة سنتابع الآن. محاولة الآن، محاولة، لا أعتقد بأنه التمريرات العالية ستكون من جانب فريق المغرب التطواني. لا أعتقد بأنها ستكون من جانب فريق المغرب التطواني التمريرات العالية بقدر ما التمريرات القصيرة والصغيرة. إذا الفريق الفتح الرباطي يحاول استهلاك الوقت، يحاول استهلاك الوقت، وهو لحد الآن ناجح في هذا الأسلوب وفي هذه العملية. نايف أكاد الآن في خط وسط ميدان، وأكيد عندما نتحدث عن هذا اللاعب يجب أن نتحدث اللاعب نايف كانت هو ابن الظهير الأيسر للاعب النادي القنيطري في فترة الثمانينات والتسعينات، حيث كان يشكل رفقة. تشاهد هذه الأحادة للمحاولة الأخيرة، وكيف القائم صد هذه المحاولة، حمزة أبو رزوق. حواصلي أعتقد بأنه عليه أن يشكر وأن يقبل ذلك القائم لأنه أنقذ مرمى من هدف. نتابع هذه الآن محاولة، محاولة الآن. عبد السلام بن جلون يقوم بمهمة استخلاص حماس وكذلك إرهاق مدافع فريق المغرب التطواني. كنت أتحدث عن نايف فكرت، وكذلك كان يشكل ابن الظهير الايسر نايف اوكلاند، كان يشكل لفتره التسعينات، كان يشكل رفقه اخويه مجيد اوكلاند وعبد الحق اوكلاند، وهما يعتبران عم اللاعب نايف. كان يشكلان رفقه تلك اللحظه دفاع النادي القنيطري، والثلاثي اوكلاند كان يتميز بلعب الانيق والدفاع. إذن على العموم المباراة تسير في السبع دقائق الأخيرة. فريق الفتح الرباطي يمكن أقول بأنه قطع أشواط كبيرة في تأمين هذه النتيجة. فوزير ربما سيغير في أغلب الظن، فوزير وسيدخل مكانه أدم نفتي. مهدي باسل فريق الفتح الرباطي ولاعبه الآن يحاول استهلاك بعض الوقت. زيد كروج، نصير، سنتابع. نصير الميموني، سنتابع. كرة أمامية خطيرة الآن لفريق المغرب التطواني، ولكن قريبة للحارس الحواصلي. كرة أمامية الآن، المهدي خلاص، كرة الآن تماس. ربما بدأ بعض العياء يظهر على أحد مدافعي
فريق الفتح عربات. وبالتالي المدرب وليد الركراكي تراجع عن تغيير او عن دخول ادم النفاتي، والان حول الوجهة للجارسي. اذا سنتابع بعد لحظات ياسر الجارسي. ياسر الجارسي ربما سيكون مكان المهدي باسل. بالفعل هذا ما قلته، المهدي باسل كانت تظهر له بعض العياء، كان قبلها المدرب يفكر في ضم اللاعب المهدي باسل. كنا نتذكر الموسم الفارط تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل قبل أن يسترجع ويتعافى. إذن كذلك شكرا للمجهودات الطبية التي استطاعت أن تعيد اللاعب مهدي باسل للممارسة الرياضية. نتابع الآن كرة عالية تعود مرة أخرى، أقل من 5 دقائق على نهاية هذه المواجهة، أقل من 5 دقائق على نهاية هذه المواجهة. كرة أمامية وتعود لعبد السلام بن جلون. ضائعة، فريق المغرب التطواني يبدو بأنه لعبوا تقبلوا هذه النتيجة، فرغم المحاولات صدموا بدفاع كذلك لم يكن موفقين في أحد المحاولات من أجل نيل على الأقل هدف، والتي كانت يمكن أن تعيد الحواسي. ما كاينش هناك تسلل كرة الآن، ولكن هناك تباطؤ كبير في بناء الهجمات. ما لا أفهم صراحة بعض التباطؤ، ليس هذه هي طريقة لعب فريق المغرب التطواني التي تكون مبنية على السرعة والمباغتة، ولكن على العموم ليس دائما الفريق يجب أن يكون في أحسن حالة. هناك لحظة الفراغ التي يمر منها أي فريق، فحد الآن يمكن أقول بأن المغرب التطواني لم يكن موفق في هذا اليوم ولم يكن في أحسن أيامه، في حين فريق الفتح الرباطي فرض إيقاع وأسلوبه. إذا هذه هي كرة القدم، فريق المغرب التطواني في 3 مباريات حقق 7 نقاط، في حين فريق الفتح الرباطي غابت عنه النتيجة والحصة. نتابع الآن هذه المحاولة، محاولة وتذهب، في حين في 3 مباريات حقق فقط 2 نقطة. وبالتالي سنتابع وننتظر آخر الدقائق وآخر من العمر القانوني لهذه المباراة. أقل من 3 دقائق على نهاية هذه المواجهة، ودائما تفوق فريق الفتح الرباطي بواقع 2-0. نتيجة يمكن أن نقول بأنها نتيجة منطقية نظرا لما تابعناه في هذه المباراة من أداء من الطرفين. فريق الفتح الرباطي كان حاضر بشكل جيد، كذلك شهدت هذه المباراة عودة ميمونة موفقة لمراد ماتنا الذي يمكن أقول بأنه سجل 2، ولكن الهدف الثاني تبقى له حلاوة خاصة بعد أن أعطيت الإشارة له من اللاعبين بأنه هو القادم في التغيير، لكن مراد باتنا كان يتحير وينتظر الفرصة وسجل الهدف الثاني ليخرج كأحد نجمي هذه المباراة. وبالتالي مباراة كانت كبيرة بالنسبة لباتنا، بعد العودة وبعد الغياب عاد للفريق وعاد من بعيد، وكانت كما قلت في الأول هل يكون العود أحمد، كان العود أحمد لمراد باتنا الذي سجل الهدفين، وهي النتيجة التي حصل عليها فريق الفتح الرباطي اليوم أمام فريق المغرب التطواني الذي لم يكن في أحسن حالته بكل تجرد وبكل أمانة، ولكن أكيد بأن المغرب التطواني لا خوف عليه، قادر على أن يعود في منافسة البطولة بشكل أقوى. وأعتقد بأنها مباراة عابرة كما قلت في 3 مباريات منذ مرحلة الإياب حصل على 7 نقاط، وهي نتيجة تبقى جد إيجابية
بعد أن كان آخر تفوق كان تفوق على فريق اتحاد طنجة بوقع هدف للصفر، تفوق كذلك على حسن تدير بهدف للصفر وتعادل بصفر صفر أمام أولمبيك أسفي. في حين فريق الفتح الرباطي من أصل ثلاث مباريات حصل فقط على نقطتين، تعادل أمام الرجاء وأمام المغرب الفاسي بصفر لمثله، في حين هزم أمام فريق شباب الريف الحسيمي بوقع هدفين واحد قبل أن يعود الآن ويقلص الفريق بينه وبين الوداد إلى نقطتين، في حين الوداد لديها مباراة ناقصة أمام نهضة بركان بحكم التزام الوداد منافسات عصبة الأبطال الأفريقي. ونتمنى حظ سعيد للوداد في رحلته بعد أن رحل بالأمس في مواجهة الأحد القادم، مواجهة نتمنى أن تكون موفقة لبطل الدوري المغربي، فالوداد قادر ونما تمناه هو أن يذهب بعيدا في عصبة الأبطال الأفريقية تشامبيونز ليج أفريقيا. إذا على العموم الجولة الثانية تسير نحو النهاية، فريق الفتح الرباطي فوزير كذلك ورقة صفراء، فريق الفتح الرباطي حقق الأهم خلال هذه المباراة وتفوق بواقع هدفين لصفر، ومسلسل إهدار النقاط توقف عند هذه المباراة بعد أن كان فريق الفتح ينتظر الانتصار منذ حدود الدورة 13، والآن استطاع أن يسترجع نغمة الانتصار هنا بملعب وملعب مولاي الحسن. إذن نعيش آخر اللحظات من عمر هذه المباراة، آخر أربع دقائق كوقت بدل ضائع يشير الحكم ربيع الذي يرفع السبورة. إذن عبد الرحيم رخيز من عصبة الغد يرفع أربع دقائق كوقت بدل ضائع. فريق الفتح الرباطي حقق الأهم خلال هذه المباراة واستطاع أن يعود في النتيجة. إذن المشاهدين الكرام أكيد بأنه سيكون للحديث بقية، وأكيد بأنه ما زالت منافسات البطولة أو الدوري الاحترافي الدورة 19، هناك العديد من المواجهات القوية، وأكيد بأنه الكل سيتابع برنامج هذه الدورة، فأكيد بأنه غدا حسنية قدير ستواجه أولمبيك خريبكا، والنادي القرنيطري ستواجه كذلك الرجاء البيضاوي في مواجهة تذكر. إذن الحكم يقول ضربة خطأ ويعتبر بأنها ارتكبت خارج خط المرمى. إذن سنتابع الإعادة لهذه المحاولة الأخيرة، حمزة مرزوق والذي حصل ضربة خطأ ربما كانت متأخرة، حمزة مرزوق كان يطالب بأن هناك ضربة جزاء ولكن الحكم كان قريب واعتبر سقوط حمزة أبو رزوق كان خارج، وبالتالي ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات. كذلك يوم الأحد القادم أولمبيك أسفي في مواجهة الدفاع الحسني الجديدي، ومولودية وجدة ستواجه المغرب الفاسي، واتحاد طنجة سيواجه الجيش الملكي. إذن هي مواجهات قوية، مواجهات بطابع خاص ما بين كل الفرق الوطنية، وتبقى من بين أبرز المواجهات. إذن سنتابع الآن ضربة خطأ، هي مواجهة الرجاء والنادي القرطبي، نتابع محاولة ولكن بعيدة، كذلك دون أن ننسى مواجهة اتحاد طنجة والجيش الملكي أيضا مواجهة لها عدة عناوين، وكذلك دون نسيان فكل المباريات صارت قوية، حتى مواجهة أولمبيك أسفي والدفاع الحسن جي مواجهة قوية. أيضا محاولة وتدخل حواسي خلال هذه المحاولة، ضغط من خلال هذه اللحظات، مولودية الوجدة كذلك المغرب الفاسي، فأكيد بأنه الصراع كبير وكبير بين كل الفرق الوطنية خصوصا فرق أسفل الترتيب التي تبحث فوز الكوكب المراكشي، مارس الضغط في أسفل الترتيب، وبالتالي فأكيد بأننا سنتابع ما ستعود إليه الدورات القادمة من صراع كبير. فأعتقد بأنه نحن على مشارف الثلث الأخير، الثلث الأخير لا يجب أن تضيع فيه النقاط، هذا هو شعار المرحلة، شعار المرحلة أي فريق في دورة العشر الأخيرة يمكن أقول هي التي تحدد مسار موسم بأكمله. فمنذ الدورة العشرون حتى الواحد بالضبط منذ الدورة 22 أنا ذلك تتحدد الأهداف وبقوة، هل ستبقى دائما في طابور المقدمة أم ستكون في طابور المؤخرة، وأكيد بأنه معالم
الحقيقية للبطولة لم تتضح بعد، وهذا الموسم سنشاهد منافسة في آخر اللحظات. كما قلت بأنه فريق الكوكب المراكشي الآن فوزه كان فوز مهم على فريق الشباب الريف الحسيمي، كذلك مواجهة تكون قوية ما بين الدفاع الحسني جدي أولمبيك آسفي، محاولة وتدخل الحارس عدنان العصبي. إذن العموم سنتابع آخر لحظات من هذه المباراة، حكم السيد نور الدين إبراهيم بعد لحظات سينهي هذه الجولة الأولى بالتفوق، تفوق فريق المغرب فريق عفوا الفتح الرباطي، تفوق كان مستحق بواقع هدفين للصفر. سجل الهدف الأول مراد بطنة من نقطة جزاء بعد أن استدعى اللاعب مروان سعدان، والهدف الثاني كان جميل للاعب مراد بطنة الذي استغل هفوة في الدفاع وسجل الهدف الثاني بعد كرة المرتدة. إذا المشاهدين الكرام أشكر كل زملائي في الوحدة السادسة الذين أمنكم النقل المباشر هنا من ملعب مولاي الحسن، كان معكم زميلي سامي رجاني في الإخراج الفني، ورافقكم في التعليق عبد الصمد والشيبة هنا مباشرة من مدينة الرباط. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله. عيشوا متعة.